رؤية هذاك الشيء اللي قالوا لي العائله، قالوا لي المغرب راه كاين فيه البرد بزاف بارك الله. وحنايا شنو نقول لك، البرد راه كاين ديال الخريف راه كاين تبارك الله، ولكن انا غادي نوريكم برا كي كتشوفوها انتم كيبان لك الناس راهم بداو كيبداو كيديروا الجاكيطات هذا، ولكن كتبان لك الشميش، ولكن هذاك الشميش اللي كتبان راه فيها تبارك الله البرد. لا كاين تبارك الله، دابا حنا هنا البرد بدا كيتحرك هذا العام، هذا كيبان لي الثلج راه شويه معطل، نتمنى ويبقى شويه معطل ما قادر على التسويت. والحمد لله كل حاجه اللي جات وقتها ما كتلامش. زينة فين غبتي هاد النهار؟ لاباس عليك؟ الأحوال هانية؟ كلشي مزيان؟ منه ان شاء الله كل شيء يكون بخير ولا خير، تكونوا مهنيات. بارك الله فيك، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بصحتكم والعافية ديالكم انتم وحبابكم كل ما عز عليكم. شحال هادي ما طلعت في لايف. انت زينة في الدار. وراه كاين السماق لي في شويه اليوم الحمد لله، اللي جات فوقتها ما كتلامش، اللهم لك الحمد. ليه قلنا شحال هادي ما درنا لايف، ندخلوا ولا شي حباب الله اللي شحال هادي ما شفناهم، من بعد نشوفو غير كي دايرين واش لاباس عليهم. كاين شي برد عندكم في المغرب؟ كما قالت لي بشرى راه كاين البرد في المغرب، ايوا حنا هنا راه تبارك الله تحرك البرد، الثلج باقي ما طاحش ولكن راه تبارك الله. والله يحفظك اختي زين، الله يحفظك وينجيك، الله يحفظك وينجيك، منوره بالوجود ديالكم الظرافه ديالكم. ايوا ان شاء الله نتمنىكم تكونوا بخير البنات. المهم انا غير طلعت نقول لكم الله يحفظكم وينجيكم، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومع لايف اخر ان شاء الله، ونهاركم مبروك وتبارك الله عليكم.